تحاول تاخذ الحلبة وتحاول انها غادي نعطيها هذه الوصفة الصالحة بإذن الله، جيدة جيدة بزاف هذه اللي بغات الانجاب، ولو يكون عندها عارض ان شاء الله غادي يكون عندها واحد الصدى مع هذه الوصفة. اول حاجة هذه الوصفة صالحة بالناس اللي عندهم سحر الارحام، والسحر السحر اللي تيكون عند الشيطان من المس، بارك لها في بارك لها في الوالدة، او ما تيخليهاش خليهاش البويضة باش تلقح. هنحاولوا اليوم ان شاء الله نحطوا هذه الوصفة الصالحة باذن الله لواحد القهوة. اذا غادي ناخذ الكبار، الكبار معروف، الكبار جيد في الناس اللي باغين يولدوا، معروف هو تيصلح للانجاب بزاف. غادي ناخد قنينة عسل 250 غرام ديال العسل الجيد ان شاء الله، وغادي ناخد تقريبا الكبار، هو الكبار عرفتوا الكبار، هو الكبار غادي ناخده وغادي نغسله مزيان، غادي نغسلو مزيان، وغادي نشفو تينشف من الماء، وغادي نوضعو في الفران الكهربائي يسخن شوية، غادي يسخن حتى يولي ينشف من الماء، وغادي نطحنو جيدا، نطحنو جيدا حتى يولي بودرة، وغادي نخلطو مع العسل، وغادي نقرا عليه الرقية الشرعية. شنو هي الرقية الشرعية؟ هي الفاتحة 7 مرات، وآية الكرسي 7 مرات، ونقرا عليه المعوذتين 7 مرات، وغادي نقرا سورة مريم، سورة مريم كاملة، ونفت على هاد القنينة ديال العسل والكبار المطحون بعد ما غسلته ونشفته ودخلته الفران كهربائي وطحنته في المطحنة الكهربائية وخليته يصير بودرة إن شاء الله. ومن بعد أقرأ عليه هذه القراءة اللي عطيتكم، وغادي إن شاء الله تاخديه من بعد العادة الشهرية تسالي منك الحيض، نحاول أنني تبقى فيك هذيك الصفورة، غادي نحاول ناخد معلقة صباح ومعلقة في العشية، معلقة صباحا ومعلقة في الليل، تكون معلقة كبيرة، ونداوم عليها من مورا العادة الشهرية 7 أيام. حتى المرأة اللي تقاطعت عليها العادة الشهرية تحاول دير هاد الوصفة على حسب أنها تاخدو بدون موعد، لأن العادة الشهرية ما تجيهاش، تحاول أنها تاكلو 1-7 أيام في الشهر على حسب اللي يكون عنده سحر أو عنده موانع من الجن أو موانع من الهرمونات. تاخد المرأة اللي عندها حتى المرأة اللي بغت الإنجاب تاكل الحلبة بزاف، تحاول أنها تبخها وتشرب ماها وتاكل، تحاول أنها تشرب الماء ديالها، راه جيدة في الهرمونات إن شاء الله. بحول الله وقوته غادي نديرها مدة 7 أيام مرة العادة الشهرية. وبالنسبة للمرأة اللي ما تجيهاش العادة تاخدها كل شهر 7 مرات 7 أيام في أسبوع من الشهر إن شاء الله. بحول الله وقوته نحاول أننا ندوم عليها هذيك 7 أيام، ونحاول ما يضربناش البرد على هاد الوصفة، نكون لابسة مزيان في هاد البرد، الناس لابسين مزيان. نحاول نسبح بيا رحيم يا رحيم يا رحيم كل يوم 100 مرة. إذا بحول الله وقوته نحاولوا نديروا هاد الوصفة، وحنا متفائلين خير إن شاء الله. إذا حبابي في الله مبقى لي غير نقول لكم حاولوا تدعموا القناة وتفعلوا الجرس وتأبونوا عندي بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.